احنا سألناكم على فكرة على صفحة البرنامج وعلى صفحتي من أسبوع، إيه أجمل ما فينا؟ كان في إجابات هايلة، في قلة عارفينهم وحافظينهم، ما فيش حاجة أجمل ما فينا، كلها سودة وهباب ومنيلة بستين نيلة، شايفين الدنيا كلها أسود وشايفين كل حاجة مهببة. طب نركنهم، بس في كتير دخلوا قالوا هم شايفين ايه اجمل ما فينا وكانوا صادقين، واحنا خدنا الاجابات دي على فكره واستعنا بيها في الحلقه. لما احنا عارفين اجمل ما فينا ليه مش قادرين نشوفه؟ ومين السبب في ده؟ خلينا نكتشف مع بعض مين السبب. لما حد زي مثلا سأل حضرتك ويقول لك ايه اجمل ما فينا، رد فعلك هيبقى ايه؟ احلى ما فينا انا بصه الضحكه الحلوه اللي بتطلع من القلب، دي احلى ما فينا. احنا افتقدناها دلوقتي في الفتره الحاليه، بس هو الواحد ممكن بيلاقيها لما بيقعد في اسرته في وسط ناس بيحبهم، بيلاقي الضحكه الحلوه اللي بتطلع من القلب. حضرتك شايف ايه اجمل حاجه فيك انت شخصيا؟ الامل. انت الامل؟ لا عندي امل. عندك امل؟ انت حابب فيك ان عندك امل؟ ما بيأس بسرعه الحمد لله يعني. طب الناس اللي حواليك شايفين في نفسك الحاجه دي؟ يسالوا هم. لا انا بسالك انت حاسس ان اللي حواليك حاسين او مؤمنين بان دي ميزه فيك او ده اجمل ما فيك؟ الحمد لله. ولا مش شايفين حاجه فيك خالص؟ لا اعتقد ان هم شايفين ده. انت عارف عيوبك؟ طبعا. ما تقوليش بقى انا عيب ان انا طيب وصادق وما بثق في الناس بسرعه. قولي عيوبك بجد. يعني هو ممكن المدام هي اللي تقدر تقول عيوبي اكتر. وعلى الهوى. لان هي اكتر واحده. حضرتك بتواجهيه بعيوبه؟ شايفه في عيوب بس ولا في عنده حاجه جميله؟ لا الحلو احس اكتر من الجميل فيه اكتر. ما لازم. وبتواجهيه بعيوبه؟ هو بيستقبل ده؟ ايوه. بيخاف؟ لا. لا 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 خالص. بيستقبل ده، بيفكر فيه. بيهمك قوي لما تلاقي عيوب في شخص قدامك ايا كان صله القرابه فيه، بتبقي مهتمية انك تصلحي فيه وتطلعي اجمل ما فيه؟ على حسب تقبله لل. طيب انت شايفة مجتمعنا فيه يعني طلع اقبح ما فيه او اسوأ ما فيه، ولا مش شايفة فيه حاجة جميلة خالص؟ لا احنا عندنا كل حاجة جميلة، بس هي البقعة، الفكر شوية تلخبط. البقعة بتاخد العين وبتخلينا ما نشوفش بقية البدلة. دي حقيقة. ما نشوفش بقية اللون أو بقية المميزات. مظبوط. ممكن حد ما بتحبوش تشوف فيه حاجة جميلة؟ ممكن حتى انت مش حبه. صح. عدوك وانت عارف انه عدو ليك، بتشوف فيه حاجة جميلة بتبقى عارفها، بتقول له عليها ولا بتسكت؟ لا لو عدو مش هقوله، بالعكس هحاول استفيد من الحاجه الحلوه اللي عنده، يعني ان انا اتعلم منه ايه الميزه بس اللي بتشوف عنده. الحاجه الجميله. لما بتشوف عيب في الناس اللي بتحبهم بتبذل مجهود انك تصلحه؟ اكيد طبعا. ازاي؟ هتروح تضربه مثلا عشان؟ لا بقول له. بتقول له؟ وده واجبه عليا. لما بتشوف عيوب في حاجة تخصك، مدرسة، جامعة، شغل، مستشفى، في الشارع، بتقول عليه، بتحاول توصله للمسؤولين ولا بتشتكي منه بس؟ لا بحاول أوصله بس مش بالطريقة المثالية، يعني الطريقة المتاحة ليا هي الفيسبوك مثلا. بكتب كل الحاجات اللي أنا سواء عجباني او مش عجباني. كمواطن فكرت مره تروح للمسؤول
وانت عارف هيتقال لك ان ما مكتبه مقفول ومش حدش هيتقابله، فكرت انك تعمل المحاوله دي وتقابل المسؤول وتقول له انا مواطن مصري انا شايف خطا؟ لا ما قدرتش. لا لا احنا في موروثات من السلبيه يعني كلنا يعني. طيب جنوبنا جزء من العيوب دي بتحاول تصلحها ولا شايف انها حاجه مش في ايدك فتسيبها؟ لا بحاول اصلحها بس بفشل لغايه دلوقتي يعني الحمد لله. مدام طيب مشهور عننا شهامتنا وجدع. انا بحب حضرتك جدا بس مش هقصر عليك السؤال. مشهور عننا شهامتنا وطيبتنا وجدعنتنا، هل انت لسه شايفه الحاجات دي موجوده حواليكي ولا ده كلام اغاني وكتب وبس؟ لا لا موجوده وموجوده بكثره، و انا فخوره بيها جدا وفخوره بمصريتي جدا، وشايفه على قد ما في شباب كتير قوي مش مطمن على مستقبله ولا مستقبل مصر، انا متفائله بيهم جدا. انا بدرس وشايفه انه شايفه اجمل ما فينا يعني، شايفه اجمل ما فينا، شايفه ان احنا عندنا كم هائل من الطاقات، ولازم نلاقي طريقه ان نفعلهم، نخليهم يبقوا فعلا عايزين يبقوا ياخدوا جزء من يعني مش كفايه بس نشوف اجمل ما فينا، لو حددنا ايه هو اجمل ما فينا لازم احنا كمان ندافع او نكافح علشان نفعلهم. صحيح. ما نسيبش اجمل ما فينا ده في الدولاب يعني. صحيح. شكرا. مين المسؤول من وجهة نظرك ان الحاجات دي ما بقتش موجودة زي الاول؟ الصفات الجميلة اللي اتشهرنا بيها. المجتمع كله يعني، مش حد واحد بس المسؤول. حاسة ان دي يعني كل حد بيشيل اخطاء اللي قبليه والموضوع بيكبر التراكم يعني. بالظبط. ما فيش حد مسؤول دلوقتي في حياتنا؟ المسؤولين على المواطن نفسه، على احنا كل شخص لو فكر يبص للحاجة بطريقة ايجابية يعني هنبتدي نتحسن. يعني انت رايك ايه في الناس اللي شايفين كل الحياة سودة في مصر في بلدنا؟ كل حاجة سودة وكل حاجة مهببة وكل حاجة ما فيهاش امل، بتقفي قصادهم ازاي؟ يعني بحاول اوريهم لا المجتمع مش 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 وحش قوي كده زي ما انتوا شايفينه، ممكن تبصوا له بنظرة تانية، حياتكم نفسها اصلا هتتغير وهتبسطوا انتوا بالحياة. شكرا. لو حضرتك حاسس ان في حاجه جميله جواك ومحدش شايفها من حواليك، حاجه هتزعلني طبعا، ده هيضايقني جدا ان الناس مش شايفه اللي جواك كويس اللي جوايا. بتحاول تثبت لهم اكتر؟ اكيد طبعا، اكيد بحاول. مشكلتنا ان احنا بنحط ده اهداف نفسنا، ما بنحاولش نجمل نفسنا اكتر عشان الناس تشوف الحاجه الكويسه اللي فينا. حضرتك لو انت شايف فيك او في اللي حواليك صفات جميلة وطاقات ايجابية وافكار رائعة، هل بتشوف ان عندكم الفرصة ان الحاجات دي تعبر عن نفسها؟ مش في كل الاحيان للأسف. يعني كفاية قوي ان يبقى عندك طاقة ايجابية وكفاية قوي. الطاقة الايجابية موجودة بس عدم اخراجها بشكل جيد ممكن يؤدي الى احباطات متتاليه وفقد هذه الطاقه في الفضاء يعني. يعني انت تعتقد اللي مش شايف اجمل ما فينا ده محبط؟ بالظبط كده. يعني له الحق؟ يعني الاحباط زاد عن اللزوم غير مطلوب، والتفاؤل زاد عن اللزوم برضو غير مطلوب. الفضيله الواقعي. ما بين التفريط الافراط والتفريط لازم عاد يكون واقعي قدر الامكان. حضرتك منين؟ من مصر. والله اللي عارف منين في مصر على فكره، عشان احنا في كل مكان كل شبر في مصر بنقول انت منين، يقول لك انا من مصر. لا انا بس حضرتك وتعودنا نقول على القاهره مصر. تمام. فدي بتزعل، انا لو كنت خارج القاهره هزعل. انا من المنوفيه. من المنوفيه. تمام. مش من القاهره. زرت بلاد تانية في الدلتا او في الصعيد غير المصايف والسياحيه؟ رحت فين؟
يعني مثلا انا الاقصر اسوان اسكندريه المنصوره طنطا. تعرف ايه عن شلاتين؟ لا. شلاتين دي مش جزء من مصر؟ تمام. تعرف عنها ايه؟ في مشكله بيننا وبين السودان بسبب حلايب. بس البقعه السوداء. البقعه السوداء. البقعه السوداء. هي ده جزء من مصر. ها.